فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد وهناك عدد من المصلين، حينما يصفون للصلاة أطلب منهم سد الفرج أو مساواة الصف، لكنهم يأنفون ولا يتجاوبون، ما توجيهكم لي في ذلك بعد أن نصحتهم؟ إذا كنت نصحتهم وبينت لهم برئت ذمتك والحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.